الخير. انا بكره الصحيان بدري، ما بطيقش وظيفتي بسبب ان انا بصحى لها بدري، ولازم اجي البنك اول واحد عشان انا مدير خدمه العملاء، فلازم اجي قبل العملاء واجي قبل الموظفين. حاجه تقرف، حاجه تخنق. وتصحى الصبح تنزل في الشارع الصبح بدري تلاقي العيال الصغار راح المدرسه معمصه كده مش عايزه تروح المدرسه، والجو الصبح بيبقى خنيق. انا مش عارف اقول لك ايه، الصبح بدري والهواء جميل، مفيش احسن من الصحيان متاخر. تصحى براحتك. امشير يا ميشو يا امشير. ايوه 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 مش. ايه يا عم، مين الحمار اللي بينده على مش. مين الحمار اللي بينده؟ ايه ده سياده المدير، انا اسف والله، انا فاكر حمار تاني. أنا ايه انا قصدي فاكر واحد تاني، فاكر واحد. وانت واحد تاني هتشتمه؟ انت اقل وظيفه هنا، انت الوحيد اللي تتشتم، مفيش حد تشتمه. انا كنت فاكره الزبال. في بنك فيه زبال؟ ايوه بيجي هنا كل يوم بديله الفلوس المقطعه يرميها. نعم. بتعمل ايه؟ والله امبارح مديله رز من الدولارات مقطعين، خدهم رماهم. انت مجنون؟ ليه؟ الفلوس دي بتتعدم. انا ما اقدرش اشوفها وهي بتتعدم، هو ياخدها يعدمها بره. والله منظر الدم ما اقدرش، ده غلبان. غلبان؟ ده جاب مرسيدس اول امبارح فرحت له. يا ابني جاب مرسيدس عشان بيضحك عليك. لا هو قايل لي واقع على واحد دهول بقاله فتره بيقلبه في فلوس. انت الدهول؟ ايه ده؟ انت الدهول، وهنكتشف كلنا في البنك ان انت الدهول مع الجرد السنوي، هتروح في 60 داهيه يا اهبل. واروح في 60 داهيه ليه؟ ما تدفع لي من اللي عندك، ما انت بتقبض على قلبك كده. يا عم بقبض انت هتعمل زي الناس اللي مش فاهمه، يقول لك ده شغال في بنك يعني بيقبض فلوس كتير. يعني مش بتقبض لك يجي مليون جنيه؟ مليون جنيه؟ ده هم 800,000 جنيه. كم؟ والله العظيم ما عارف اعمل بيهم ايه. القصر بتاعي مش عارف اجدده. كل حاجه مش عارف اجيب، مش عارف اغير الطياره لابني. اعمل ايه؟ ربنا يكون في عونك. زمن اخبر. طب وبتعمل ايه لما بتتزنق يا باشا؟ بميل على امي اخد منها 200,000، اخد من اختي 500,000 وهي ماشيه. انت بتمشيها ازاي؟ انت اللي عايز اعرف. احنا عيله 17 نفر ساكنين في 5 متر ب 300 جنيه، بنمشي كده في ال 5 متر. والله امي بتنزل لنا الاكل كده. مفيش، عايز تلعب ضغط تبقى عند الجيران رجلك وايدك عندنا في البيت. مفيش المكان كنس ب 300 جنيه. 300 جنيه ملوك. انت يا باشا ايام ما كنت خاطب كنت مدلعني كبسات من ساعه الجواز وبقيت لا مؤاخذه مفيش. لا لا لا، الخطوبه حاجه والجواز حاجه تانية. وانا خاطب كان مزاجي رايق. يا سلام. كنت اروح خطيبتي تقول لي ايه؟ يا حبيبي انا عايزه حبك، عايزه حنانك، عايزه قلبك. دلوقتي بعد ما اتجوزتها يا حبيبي انا عايزه فينو، عايزه لبن، عايزه جبنه، عايزه بامبرز 7. ليه؟ بامبرز مقاس 7؟ هلبسه انا؟ ده ابنك ده قد ايه لا مؤاخذه؟ سادة تؤمن بايه؟ لا اله الا الله. والله العظيم ما بخلف. ايه ده؟ والله ما خلفت. امال ايه؟ سمراتي يا عيني عشان ما بتخلفش يعني، فمخها يعني ايه يعني تعب شويه، فتقول لي وانت جاي هات لي بامبرز، عايزه هدوم صغيره، وتقعد تلبسها. موضوع الخلفه ده مش تعب مراتك بس، كلنا انا والموظفين كلنا بنتكلم عليك، بقالك 5 سنين متجوز اللي ما مراتك حملت حتى حمل كاذب. يا اخي دي حاجه بتاعت ربنا. ونعم بالله بس اجتهد شويه برضه. هو انت كنت معانا؟ مش قصدي ايه اللي اجتهد؟ اجتهد انت مجنون؟ يعني انت مفيش امل في الخلفه دي خالص؟ لا يا عم مفيش اي امل، الحمد طب لله. طب ما تقدم على طفل. هو قرض يا باشا. مش قصدي، قصدي اعمل طفل انابيب. طفل انابيب؟ اه. ده ازاي ده؟ والله يملى عليك البيت وكل شويه الواد يفضى رايح تملاه. ايوه صح. اه. وطبطب عليه كده اقول له معلش يا حبيبي تن 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 تن. وتقول له يلا روح نام على سريرك تدحرجه. بس وقبل ما ينام لازم اطمن عليه بالولاعه وامشيه عليه كده. ممكن يفرع في وش. شفت اهو عيل ومال عليك البيت، بس ده بقى ايه؟ وتركب له بامبرز وتفرح بقى. لا ده ما تركبلوش بامبرز. امال ايه؟ تركب له جلده. ده طفل انابيب. بص يا باشا انت مخك فوت بسبب موضوع الخلف، انا هسيبك وانضف البنك. يلا نضف كويس عشان انا تعبان صراحه شويه ومش فاضي. يلا كفايه هزار بقى. بص يا عم انت وهو يعني البنك لسه ما فتحش، انا عامله من حقي ادخل يا عم وانسى. بص يا عم
انتوا مخرين ولا ايه؟ ايه ده يا باشا؟ بص ده بعدين سلام. ايه ده؟ ايه ده مين ده؟ انت مين ده؟ انت قول له انت مين ده؟ انت يا حبيبي. ايه ده؟ بيعمل ايه ده؟ سيبه شوف بيعمل ايه. برضه بنت الشراب الصغير. ايه ده بيعمل ايه ده؟ نعرف بيعمل ايه؟ تسال انا بس هو كده محدش هيعرف يقفشني. انت يا حبيبي انت بتعمل ايه يا بابا؟ خد تعالى هنا. بص يا عم. بص ايه ده؟ انت مجنون يا ابني. ايه يا عم انت واقف في ايه؟ امسك اللي في بتشوط مين انت؟ خد هنا. راح فين؟ في ايه اللي هو كيش كيش ايه يلا في ايه؟ بص يا عم انت سيبني. سيبه يا باشا. سيبه يا باشا. انت مين يا عم انت؟ انا المدير بتاع البنك ده. ايه ده الساعي يعمل لك شاي؟ انت يا ابني بتقول ايه انت؟ بقول له انا الساعي اعمل لك شاي. انت عايز ايه انت؟ لو سمحت وفي دولارات. ايوه يا حبيبي ما ده بنك يا بابا. طب في ين؟ ايوه في ين يا حبيبي. طب في اورو؟ في اورو بالشوكولاته عندي جوه في الكتير. انت مجنون يا ابني. يا جدعان ما تجنوناش. طب ثواني الحق دخلت له قلم من انت. تعالى بس تعالى ثانيه تعالى ثانيه بس انا افهمكم كل حاجه. الواد رسم لي البتاع ايه؟ تعالى كده. ايوه بعد اذن حضرتك بس عشان ابقى فاهم يعني. بس هو البتاع الباب الخروج اللي هو من ورا دوت من هنا صح؟ من هنا. تمام. والحمامات فين؟ الرجالي ولا الاطفال؟ الاثنين من هنا برضه. من هنا برضه. تمام. وده الباب العادي اللي الناس بتخش منه. ايه ده؟ ده رسم البنك بتاعنا بالظبط. ده هو من ملي. الله الحق. صورته ايه؟ اسمني. وعاملين لك قرنين يا باشا شكلهم عرفوا موضوع الخلفه. افضحني قدام العملاء. اصل رسمين البنك بالظبط والله. معلش انا اسف يا جماعه بس هو اللي رسم ما كانش يعرف بيانات عنكم كويس. ممكن اخد بياناتكم؟ اتفضل. طب ماشي ثواني واحده. اقف بس حضرتك كده اهو. شاب اسمر ب 12 سنه. لا انا اسف 11 منزوع الديل يشبه محمد مني. لا يشبه ريكو. يشبه ريكو. ومعه وائل كفوري. تمام شكرا. ايه ده كده؟ تمام. انا نفسي اعرف ده دخل ازاي والباب مقفول. انا مش عارف. وفين الامن؟ انت مين يا ابني؟ زغلول فين بتاع الامن وازاي يدخل مني؟ مش عارف. انت مين؟ شويه وهتعرفه. ايه ده؟ مجانين. ايه ده يا باشا؟ ايه الناس اللي هتجننا دي؟ لا هتجننا ولا حاجه. الكاميرات بتاعت البنك كله بايظه. ولا كاميرا بتصور؟ ولا كاميرا بتصور. اوصل لفرع الرئيس اجيب مهندس الصيانه عشان يجي يصلحها. ماشي يا باشا. ماشي. مش معنى ان الكاميرات ما بتصورش ان انت تقف زي المره اللي فاتت سلبوته وتقعد ترقص. تقلع وتقعد ترقص في قلب البنك عيب ما يحصلش. ده خيال ده يا باشا. انا راجل محترم. انت راجل محترم. انا اهلي بالصعيد يقطعوني. ايه اللي اقعد ارقص وقله القيمه دي؟ والله العظيم هخرج من هنا والمزيكا هتنزل وهترقص. ماشي. وهفكرك. انا همسح. هتمسح؟ ايوه. طيب ماشي يلا روح. انا بتاع وعامل لي مدير بنك. انا بمسح الحيطه اهو يا باشا. مش قلت لك انا هخرج من هنا والمزيكا وهترقص؟ والله عشان انا عارفك وعارف الاعيبك. وقت فراغ والله يا باشا. مش لاقي حاجه اعملها. وبعدين انت ايه اللي رجعك تاني؟ نسيت الشنطه بتاعتي. لا اجيبها لك. الشنطه موجوده في الدرج البني يا باشا. في الدرج البني؟ ايوه. والله العظيم هتجنني. اتفضل يا باشا. انت بتشوط الفلوس؟ هي كره ما شطهاش على فكره. وربنا يا ابني انت اول ليك يوم معايا في الامن هنا. ماشي. لازم تفهم وتفهم الحاجات اللي احنا بنعملها. بقول لك انت جايبنا البنك ده الصبح بدري ليه؟ احنا جايين نبيع لبن هنا يا عم. يا ابني احنا بنيجي نورد فلوس. لازم نيجي بدري عشان الناس لما تيجي تشتري فلوس تاخد فلوس تلاقيها. ايه ده؟ هو الناس اللي بتيجي هنا بتاخد فلوس؟ طبعا. طب تعالى نقف في اول الطابور انا وانت. احنا جايين بدري اهو.